يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الغضب والانزعاج من إدارة ناديه برشلونة بسبب المسار السلبي للفريق وغياب مشروع يمكنه من العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا. مراسلنا أشرف بن عياد يشرح لنا أسباب استياء ميسي في سياق التقرير التالي. أخبار برشلونة أصبحت تشير إلى أزمة، إلى غياب رؤية واضحة، إلى قادم غامض للفريق واللاعبين. آخر المواضيع المطروحة من جديد مستقبل ليونيل ميسي الذي طالب في أكثر من مناسبة بمشروع ناجح يعيده إلى أجواء الألقاب القارية قبل كل شيء. الرقم 10 ليس سعيدا في الوقت الحالي، خصوصا في ظل تدهور النتائج المحلية وعدم وجود مؤشرات إيجابية لتحدي دوري الأبطال. نعم، ميسي قال قبل توقف كورونا إن العروض المقدمة ليست كافية لتحقيق الهدف الأوروبي، والآن يتأكد كلامه بعد كل لقاء. غضب ميسي أو تفكيره في تقليص مدة بقائه هو رسالة واضحة للإدارة الحالية والمستقبلية، فلقد سئم أن يكون بطلا لهذه الصور في أرضية الميدان. عادة ما يختارونه في الصفحة الأولى لإبراز إقصاء أو خيبة، بينما ليو يريد العودة إلى الفرحة ومعانقة الكؤوس. في كثير من القضايا تم تفعيل بند الرحيل، لكنه الآن يريد أيضا التزام من يسير من خلال خطوات تساعده على الفوز. منذ عام 2015 لم يتوج ليونيل ميسي بمسابقة دورية أبطال أوروبا لمدة سنوات، وهو يعيش الخيبة القارية والأخرى في مشهد يراه قابلا للتكرار خلال هذا الموسم. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. وللحديث عن ما يزعج ليونيل ميسي ينضم إلينا من برشلونة مراسل قناة بي إن سبورتس أشرف بن عياد. مساء الخير أشرف. هناك أزمة، هناك أزمة، الكل يعلم أن هناك أزمة، لكن ربما نريد أن نعرف أن في مدينة برشلونة في كاتالونيا بشكل عام، هل صدقا أشرف يؤمنون أن ربما يوما ما ليونيل ميسي يرتدي قميص غير برشلونة، أم هي مجرد حركات اعتدنا عليها مؤخرا من ميسي للضغط على الإدارة؟ مرحبا بك مهند. صحيح أن ليونيل ميسي غاضب من الإدارة، يريد مشروعا ناجحا، هذا ما طلب به في مناسبات كثيرة، لكن في برشلونة، داخل برشلونة، في محيط برشلونة، يدركون تماما بأن ليونيل ميسي لن يلبس قميص فريق أوروبي آخر على الأقل داخل القارة العجوز. لهذا ليونيل ميسي يريد أن يضع مزيدا من الضغوط على الإدارة، لأنه يريد صفقات محفزة يخوض بها الموسم المقبل. يرى بأن مسير الفريق ليس في الطريق الصحيح، الليغا برشلونة سيخسرها إلى حد كبير في حال تواصلت التعثرات، وفي حال وصل ريال مدريد نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال لا يرى بأن الفريق يملك المستويات الكافية من أجل التتويج باللقب. لهذا وجه رسالة واضحة للإدارة، أريد مشروعا ناجحا، أريد أن لا يدخل اسمي في الكثير من القضايا، لأنه كما تعلم مهند في كل مرة يقولون ميسي هو من أتى بهذا المدرب، ميسي هو من طرد هذا المدرب، ميسي هو من طلب هذه الصفقة. أراد أيضا أن يوجه هذه الرسالة للإدارة، والنجم الأرجنتيني يريد أن يحقق لقب دوري الأبطال خلال سنواته المقبلة. منذ عام 2015 لم يحقق هذا اللقب، منذ أن كان نيمار زميلا له في الفريق، ولهذا النجم الأرجنتيني يريد بجانبها النجم البرازيلي. حتى عندما سئل قبل أشهر قال لا أدري، هل قامت الإدارة بكل ما لديها من أجل استقدام نيمار جونيور؟ لهذا بعث رسالة مبكرة لجوزيه ماريا بارتوميو، يريد مشروعا ناجحا، وكأنه يقول لبارتوميو لن تحصل على صورة تجديد العقد إلا إذا رأيت بعيني بأن برشلونة سيكون له مشروع ناجح خلال الموسم المقبل. لهذا ليونيل ميسي أكد في الأونة الأخيرة التزامه مع النادي من خلال عدم تفعيل بند الرحيل. كما نعلم في أواخر شهر مايو كان بإمكانه أن يخرج من برشلونة بالمجان، سيستمر لموسم آخر، وكل الأمور ستتحدد من خلال المشروع الذي سيقدمه جوزيه مايو بالطريقة الصحيحة، خصوصا أن الكرة الآن في ملعبه. أشرف بن عياد أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، شكرا أشرف. والآن إلى سؤال اليوم، وهو هل سيغادر ميسي برشلونة بانتهاء عقده العام المقبل؟ ننتظر تصويتكم بنعم أم لا على الحساب الرسمي لبي إن سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت.
قد أثيرت اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الصورة التي لربما هي واحدة من أكبر كوابيس برشلونة ومشجعيه. صحفي الذي تحدث عن هذا الموضوع مارسيلو بيشلا، صحفي برازيلي مراسل سبورتي انتراتيفو، قال بأن ليونيل ميسي يريد أن يغادر برشلونة الآن، ليس حتى ينتهي عقده. وهنا من سبورت 360 كانت هذه الصورة. على فرانس فوتبول أيضا تحدثت على لسان الصحفي مارسيلو بيشلا بأن ليونيل ميسي يرغب في الخروج من برشلونة حالا، ليس الانتظار حتى نهاية عقده. الصحافة لم تترك هذا الموضوع، حتى الميل أونلاين سريعا قالت بأن ميسي قد أخبر برشلونة بأنه يريد المغادرة هذا الصيف بعد أن أصبح محبطا بعد الفضيحة لأقل من باين منشن. إذن هذه الأخبار قد أثارت الكثير من اللغط حول هذا الموضوع، وهذا الخبر ليونيل ميسي خارج الأسوار، هل هو كان متوقعا؟ هل ننتظر أكثر تأكيدات؟ وهذا الصحفي فقط قبل أن تجيب أحمد، أذكرك بأن هذا الصحفي هو من توقع بأن نيمار، أول من أخبر بأن نيمار هو الذي سوف يذهب إلى باريس سان جيرمان. صحفي عنده مصادر في داخل البيت الكتالوني، لكن محمد يعني الأقرب هو بقاء ميسي. يعني أنا حتى الآن يعني غير مقتنع أن ميسي ممكن يغادر برشلونة، أن ميسي ممكن يكون بيتحدث أو يعني في هناك كلام مع إدارة البارسا لتغيير استراتيجية الفريق. فريق برشلونة محمد بدأ ينهار منذ أن بدأ يرحل النجوم الأساسيين تشافي وإنيستا ونيمار، حتى هذه الأسماء عندما بدأت ترحل من الفريق بدأ الفريق يضعف يوما بعد الآخر. هو السؤال يا أحمد، هل هذا الخروج سيكون منطقيا، سيكون متوقعا جدا، أم الاستبعاد هو أتى من أن الصورة النمطية بأن ميسي هو برشلونة؟ بالفعل أنا أرى أنه صعب، لأن ميسي صنع تاريخه كله في برشلونة. ميسي الآن 32 عام، أوكي يذهب أي نادي بأي رقم يطلبه، لكن يبقى ميسي هو برشلونة وبرشلونة هي ميسي. لكن ستكون هناك طلبات لميسي، وهو تقليل أعمار اللاعبين، متوسط أعمار الفريق 30 عام، تغيير بمدرب كبير مثل بوتشيتينيو، ممكن جوارديولا، ممكن هناك كومان يعني اسم كبير في عالم التدريب، النزول بمستوى ومتوسط أعمار اللاعبين، لأن برشلونة بصراحة فريق يحتاج إلى فريق، فريق يحتاج إلى انتفاضة، إلى تغيير كبير، وأرى أن ميسي قد يكون باقي في برشلونة. ربما قال ذلك أحمد فؤاد لأن الأخبار أيضا خرجت بعد هذا التصريح من الصحفي مارسيلو بيشلا، ليكون هناك الأخبار من الموندو ديبورتيفو التي قالت بأنه لا يوجد ونفت الرحيل من نادي برشلونة، وقالت أن إدارة برشلونة لم تتلقى أي اتصال من ميسي أو محيطه. ونقلت الصحيفة المقربة من نادي الكتالونية عن مصادر قولها أن ميسي لم يتواصل مع رئيس الفريق بارتوميو أو الرئيس التنفيذي أو مع إريك أبيدال، وأنها تواصلت مع مقربين من اللاعب، ولكنها لم تحصل على نفي أو تأكيد للخبر. هذا هو الحديث حول هذا الموضوع، هل ليونيل ميسي هو المشكلة أم هو الحل؟ هذا هو التساؤل الذي يدور في قلعة كامب ناو. من أدرى بذلك؟ لحظة بالريش الذي عاصر الدوري الإسباني ربما أكثر من ليونيل ميسي نفسه. فالتساؤل هنا، هل ليونيل ميسي هو المشكلة هو الحل، أو أنت مع مقولة بعض الصحفيين الإسبانيين بأنه هي عبارة عن ورقة ضغط جديدة؟ محمد سوفاتيوك، سأقول لك بأن ميسي أصبح مشكلة. لماذا؟ لأنه كان حلاً، وأصبح الجميع ينتظر ميسي، ميسي الذي كان الشجرة التي تغطي الغابة، فكان دائما المنقذ للبارسا. عندما يفوز البارسا ميسي هو الذي يكون وراء هذا الفوز، وبذلك طبعا لا تبدو أخطاء البارسا، أخطاء الفريق، أخطاء المدربين، أخطاء المسيرين. فأصبح الآن ميسي مشكلة وليس حل في البارسا. أنا أتمنى أن يبقى في البارسا، لكن أيضا في نفس الوقت في صالح ميسي يغادر ربما أفضل له، لأن
الجميع الآن يحمل المسؤولية، لأن الجميع كان ينتظر أن ميسي سيقوده إلى النصف النهائي، ميسي سيقوده إلى النهائي، ميسي سيفوز بهذه البطولة، إنه عود الجميع على أنه هو الذي يقود الفريق إلى الفوز، فأصبح مشكلة لم يعد حلا. لكن البداية طبعا بدأت بمغادرة نيمار. عندما تخسر لاعب في هذا المستوى الذي كان منسجما كثيرا مع ميسي، ميسي الذي كان يطالب دائما بإعادته إلى الفريق، حتى أنه صرح وقال أتوقع بأن الفريق لم يقم بالشيء الكافي لكي يستعيد مرة أخرى نيمار. بعد خروج نيمار لم يعوض، وسط الملعب لم يعوض، ليس هناك لاعبين كبار خاصة ارتكاز لكي يساعدوا ميسي، ليغطوا على ميسي، ليس هناك دفاع قوي أيضا. فيكي ظهر هزيلا ضعيفا في المباراة الماضية، حتى لونغلي، حتى سيميدو، يعني الفريق بدأ منهارا، حتى يعني كثير من اللاعبين يبدو أنهم في النهاية. لهذا ميسي طالب من أجل البقاء أن يكون هناك تغيير جذري، وتغيير جذري من الصعب جدا أن طبعا يتم، ومن الصعب جدا الحصول على مدرب كبير، وإن كان البعض يفكر في بعض المدربين وخاصة الذين مروا ولعبوا في البارسا، لكن أنا أتوقع بأن ميسي أفضل له أن يغادر، وبذلك يكون أفضل خاصة لميسي، لأنه أصبح مشكلة ولم يعد حلا. إذن ربما الأخضر بالريش برأيه فاجأ البعض ولم يفاجئ البعض الآخر. شاهدنا كما هي الصحافة منقسمة، شاهدنا هنا في الاستوديو الانقسام. أحمد فؤاد قال بأنه لا يتوقع أن يذهب، فيما الأخضر بالريش قال ليس من الجيد لبرشلونة أن يبقى وليس من الجيد لميسي أن يبقى، العكس، ليس من الجيد لميسي أن يبقى وليس جيد لبرشلونة أن يبقى. ممكن مع تواتر الأخبار بالمدرب كيكي سيتيان لإخباره بقرار الإقالة 21، وذكرت الصحف الصادرة صباح اليوم أن كل اللاعبين باستثناء ليونيل ميسي وتيرشتيغن وديونغ والمواهب الصاعدة كأنسو فاتي وريكي بوج، كل اللاعبين سيوضعون في سوق الانتقالات، حيث تسعى الإدارة لإحداث ثورة في صفوف الفريق، وذلك بالتنسيق مع المدرب